السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو السابق اتكلمنا عن الدليل المحاسبي وطريقة الإضافة أو التعديل أو الحذف. في الفيديو بتاع النهاردة هنتكلم عن مراكز التكلفة، ازاي بضيف أو أعدل أو أحذف مراكز التكلفة. بنختار مراكز التكلفة، هنلاقي الشاشة قريبة من شاشة الدليل، محتاج أضيف بختار إضافة، ظهر شاشة الإضافة بكتب اسم مركز التكلفة، أنا أسميه مركز تكلفة مشروع واحد. لو في رصيد أول مدة بضيف، مفيش رصيد أول مدة خلاص بدوس حفظ. كده اتضاف معايا مركز التكلفة، لو بصينا هنلاقيه موجود معانا. ازاي بنقدر نتعامل مع مركز التكلفة؟ كده المركز ده اقدر اتعامل معاه. لو عايز اضيف مراكز تحتيه اضيف، مش عايز اضيف مراكز تحت الاب هقدر اضيف من هنا اضافة مشروع القصيم مثلا، وادوس حفظ بلاقي ظهر عندي. عايز اعدل بختار تعديل، عايز احذف بقدر احذف. طبعا ده بيظهر معايا بعد كده في القيود. وفي الفيديو الجاي هنشوف موضوع التعامل مع مراكز التكلفة والقيود. شكرا.